متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات الصباحية مع تحديات الثنايا وانطلاقة هذا السن ومعارك الثنايا. انطلق هذا الشوط لتنطلق هذه الشعارات وهذه الأسماء، والشوط التاسع لفئة البكار، والمسافة المقررة من اللجان المنظمة هي 6 كيلومترات. أسير بحضراتكم أتقدم مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي بدأت تبحر نحو الانتصار ونحو الناموس. انطلقت هذه الشعارات وحضرت هذه الشعارات من كل حدب وصوب للانطلاقات والتحديات التي تحضر هنا على أرضية ميدان الطائف. ومن مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، وهذا الدعم لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. شكرا يا سمو سيدي على هذا الدعم لهذه الرياضة ولجميع الرياضات هنا في المملكة العربية السعودية. انطلقت الشعارات وانطلقت آمال المضمرين، آمالهم ذلك النوماس القالي والانتصار والحضور المشرف هنا في مهرجان سمو سيدي ولي العهد. أسير بحضراتكم إلى القيادة، إلى البداية، إلى الخمس المراكز المندفعة نحو الانتصار ونحو النوماس. إلى البداية، إلى القيادة، إلى المستوى الأول. هنا مع المستوى الأول ومع القيادة هبايب، ومن يقدم لنا هبايب سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف، أبناء ميدان الطائف حاضرين مع هذه التحديات والانطلاقات. ولكن هناك الوصول والقدوم، من غيرت مجريات هذا الشوط هم هنا سيوف، ومرحبا بسيوف وتحديات سيوف. وهادي بن مرسل بن محسن آل رزق حاضر وقادم ليقدموا لنا هذه البطلة، أبناء ميدان نجران، ومرحبا بهذه البطلة ومرحبا بتحديات سيوف. أبناء ميدان نجران حاضرين في التحديات في الانطلاقات الصباحية ليقدم لنا هذه البطلة. هنا سيوف وهادي بن مرسل بن محسن الرزق. المستوى الثاني هنا الواصل والمتقدم على المستوى الثاني عبد العزيز بن جفران بن سعد آل جفران المري ليقدم لنا مرضية وتحديات مرضية هنا على المستوى الثاني. هنا الوصول والقدوم من هبايب وسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف على المستوى الثالث. المستوى الرابع هناك الوصول والقدوم من الزاوية الأخرى، وصلت هنا عدامة ومحمد بن عبد اللطيف بن علي بن عبد الله الحمادي واصل، أبناء دولة الإمارات. مرحبا يا أبو سلطان، مرحبا بهذا الشعار وهذه التحديات. من يقدم لنا عدامة وتحديات عدامة على المستوى الثاني. هنا بدأت هنا عدامة تتقدم رويدا رويدا باحثة عن الانتصار وعن النوماس الغالي. وأيضا هنا الوصول والقدوم من المنظم في هذه اللحظات، وصل التحذير ليقدموا لنا تحذير، ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطابي شلوي قادم ليقدم لنا شعاره. ولكن العودة إلى البداية، إلى القيادة، ذعنا على مسامعكم الخمس المراكز المتقدمة، الخمس الأسماء المنطلقة في دائرة الخمس، وهناك شعارات قادمة وشعارات حاضرة سيكون لها التواجد في الأمتار الأخيرة. ولكن العودة إلى سيوف وأبناء ميدان نجران حاضرين ليقدموا لنا تحديات سيوف وانطلاقة سيوف. وهادي بن مرسل بن محسن الرزق ليقدموا لنا شعاره وليقدم لنا التحديات مع تحديات الثنايا وانطلاقة الثنايا في هذا الصباح الجميل وفي هذا المهرجان الكبير وفي هذا المهرجان الأجمل، مهرجان ولي العهد يحفظه الله ويرعاه يا رب العالمين. حضرت الأسماء وحضرت الشعارات، وهنا سيوف على القيادة على الريادة ويقدم لنا شعاره ويقدم لنا تحديات
تحديات سيوف هادي بن مرسل بن محسن الرزق. قطعنا 3 كيلو وتبقى 3 كيلو يا ابو مرسل، ما تفصلنا عن الانتصار وعن النوماس الغالي. ابناء ميدان نجران يطالبونك بالانتصار بالنوماس الغالي يا مالك سيوف. ايضا هنا القدوم على المستوى الثاني من الواصل، لحظات وسنوافيكم بهنا الواصل والمتقدم شعارك الحمادي، شعار بو سلطان حاضر ليقدم لنا عدامة. ومحمد بن عبد اللطيف بن علي بن عبد الله الحمادي قادم ليقدم لنا هذا الشعار الأحمر الأحمر الخطر، واصل ليقدم لنا تحديات عدامة وانطلاقة هنا عدامة على المستوى الثاني في مركز الوصافة يتابع الأوضاع بو سلطان ليقدم لنا هذا الحضور المتميز وهذا الشعار الجميل. وصلت الشعارات وصلت الأسماء في هذه اللحظات من الواصل من المتسلل. هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات من النايفة وناصر بن سحاب بن سائل الرشيدي، من يقدم لنا النايفة وتحديات النايفة. وأيضا هناك الوصول والقدوم من الزاوية الأخرى، وصل هنا وتقدم أحمد بن سوير. هنا أبو راضي قادم ليقدم لنا همس وتحديات همس. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات في هذه الأسماء، ومبارك بن سعيد بن سالم الزرعي قادم ليقدم لنا تحديات دبي في هذه اللحظات المنضمة في دائرة النداء دبي على المستوى الخامس. ومن يقدمها أحد أبطال سلطنة عمان مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي يقدم لنا دبي وتحديات دبي. إذن مشاهدين متابعينا الكرام، ضعنا على مسامعكم الخمس المراكز المتقدمة. هناك ثاني نداء لهذه الأسماء وهذه الشعارات، العودة إلى سيوف وتحديات سيوف. هنا سيوف على القيادة على الريادة، وبدينا نقترب هنا رويدا رويدا من الأمتار الأخيرة من الأمتار القادمة يا مالك سيوف. ركز ركز ركز، وصلت الأسماء وصلت الشعارات في هذه اللحظات من الواصل. أوهو وصلت السايحة، وحمد بن الهيان بن سالم العامري قادم ليقدم لنا السايحة وتحديات السايحة في هذه اللحظات. قادم بن الهيان ليقدم لنا شعاره وليقدم لنا تحديات السايحة في هذه اللحظات. وين الموقع وين يا مالك سيوف؟ 1200 1200 يا بن مرسل، 1200 ما يفصلنا عن الانتصار، ما يفصلنا عن النوماس الغالي. سيوف سيوف انطلقت سيوف منذ البداية وهي مسيطرة هذه البطلة بهذا الشكل الجميل بالأداء المتميز. ومن يقدمها هادي بن مرسل بن محسن الرزق. والكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير، ما يفصلنا عن الانتصار. أبناء ميدان نجران وطموح أبناء ميدان نجران بن يحضرون، وهم دائما يحضرون في مثل هذه المهرجانات. انطلقت البطلة والعصافة الإبطان بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. بسم الله ما شاء الله على هذا الشكل الجميل والأداء المتميز. أبناء ميدان نجران حاضرين في هذا المعترك الأصيل. بسم الله ما شاء الله، انطلقت البطلة وهادي بن مرسل بن محسن الرزق يقدم لنا سيوف من الواصل، ولكن سيوف انطلقت. بسم الله ما شاء الله، انطلقت سيوف، انطلقت بهذا الأداء المتميز بهذا الأداء الرائع من الواصل الفرتاج، ولكن سيوف سيوف مع الانتصار، سيوف مع الأداء المتميز. أبناء ميدان نجران وهادي بن مرسل الرزق من يقدم لنا شعاره. سيوف سيوف بسم الله ما شاء الله. اوهو من الواصل في اللحظات الأخيرة. اوهو سيوف سيوف اللحظات الأخيرة من الواصل. وصلت هنا الشاهينية الشاهينية وعبد الله بن سالم بن ربيع البلوي، ابناء نجران، ابناء تبوك الورد، ولكن السلام الى تبوك الورد مع عبد الله بن سالم بن ربيع البلوي. تهانينا تهانينا، والنوماس من فاجأتنا في اللمتار
الأمتار الأخيرة وكانت بطلة لهذا الشوط الشاهينية. ومن قدمها عبد الله بن سالم بن ربيع البلوي، والمستوى الثاني اللي ما قصرت وكانت حاضرة بأداء تشكر عليه. هنا سيوف وهادي بن مرسل رزق من قدم لنا شعاره على المستوى الثاني. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وإياكم التحديات وكانت الشاهينية بطلة لهذا الشوط، ومن قدمها عبد الله بن سالم بن ربيع البلوي، من قدم لنا شعاره وقدم لنا هذا الحضور المتميز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع وإياكم لحظة وصول الشاهينية إلى خط النهاية قاطعة مسافة 6 كيلو في توقيت وقدره 9:24:09، والمستوى الثاني اللي ما قصرت كانت سيوف هادي بن مرسل بن محسن الرزق 9:26:37 من الثانية، والمستوى الثالث كانت هنا سعفة وهنا خلب بن نايف الفرتاج الشمري 9:31:81 من الثانية، والمستوى الرابع كانت السايحة حمد بن هيام بن سالم العامري، والمستوى الخامس كان هنا الوصول من شعار علي بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، من قدم لنا شعاره وقدم لنا هذا التميز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وإياكم الشاهينية وعبد الله بن سالم بن ربيع البلوي، من قدم لنا شعاره وكانت الشاهينية بطلة لهذا الشوط، كانت حاضرة في الأمتار الأخيرة وذهب بالنماس إلى أبنائي تبوك الورد. سلام يا تبوك الورد، سلام على هذا الحضور.